سي زاك احمد مرحبا بارك الله عليك اخويا شي مرحبا كيحفظ ربي شي كلمه في هذا الدوري هذا المقر القدامى كما كنقول الحدث الرياضي بابعاد اجتماعيه وانسانيه حدث اللي كيتم فيه الشمل ديال مجموعه من الفعاليات الرياضيه كما كتشوفوا راه الاغلبيه ديال الاحياء كانت ممتله كذلك كانوا ممتلين فرق وجمعيات رياضيه من برا القليعه مشكورين بعدا بالمناسبه قدماء شباب سيدي بيبي قدماء اولمبيكي تعميره قدماء طلبه بيكرا قدماء ايت ملول كذلك مشكورين القدماء اتحاد ايت وغمار وجميع الجمعيات الرياضيه اللي مشاركين راه ما نساوش بانه مشارك معنا بطل ديال الدوري ديال الفيدرالي له الرابطه اللي شرف كبير لنا هو مشارك معنا في الدوري ومجموعه من الفرق قدماء جلال الخمايس والى اخره شكرا بزاف تبارك الله عليك جيست بصراحه جيست بسيط توشاني هو اللي خلاني منهي شويه وانه الشاب الطفل عمران في صورة تذكارية بعد حادثة سير تصاب هو لاعب ديال كرة القدم الفئة ديال الصغار بعد ما تصاب كاين صورة تذكارية مع الفريق صراحة واحد الجيست بسيط داروا من الاخوان زوين بزاف وتحية لكم وتحية السي بارك الله عليك لاحظتكم لاحظتكم السي محمد السي محمد ورحمة الله تعالى وبركاته الله يستر الخير لاحظتك خويا عادل يعني تحية لكافة المتابعين للصفحة المباركة اليوم نعيش في أيام جميلة اختتام الدوري الرمضاني المنظم من طرف الجمعية الرياضية شباب القليعة بالمشاركة مع القدماء ديالها دوري اللي عرفنا واحد النجاح كبير كما كتشوفوا اليوم أن المباراة النهائية اللي غتجمع بين فرق عديدة نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في نجاح هذه التظاهرة وأعيدكم مبارك سعيد تحياتي لك أنت سي فيصل في كلمة سي السي عبد الجليل السي محمد واش نقول لك كنشكروا هاد الناس هادو كاملين الحمد لله هادشي راه داز بخير وعلى خير داكشي اللي قلتي كنتمناو كنتمناو هادشي يكمل كيما بدا ان شاء الله كنشكروا تحياتي للمدرب ديالنا صحيح الرئيس شي كلمه في الدوري هذا الشيء عليكم سي محمد بخير كنرحبوا بهذا الجمهور الغفير وكنرحبوا بالسلطه المحليه ورئيس المجلس البلدي القلعه والنواب ديالو والجميع في عهد الرياضه في القلعه الهدف هذا الدوري طعم خاص هذيك الصوره المعكر للجوج تاع شباب القلعه وحنا راه القلعه حضاره والبرنامج كامل كيبان لكم وبالتوفيق للجميع السلام عليكم زيد اولي زيد زيد هذا محمد كيف كله هذا دخول لاعبين ارضيه الملعب نتمنى ان شاء الله نشاهدوا مباراه فرجاويه ونشاهدوا اهداف وتكون روح حاجه بالروح بالجسد
جسدي عن حبك هب لك في حبيبا لدمها وتقال وراء إخوتي هيا كلمة لكل شيء الدوري كل شيء الدوري حتى اليوم فرحانين بهذا الدوري هذا وهذا الطيب اللي هو مرحنا من طرف شرق القليعة والله إيه. اليوم هي صرف في القلب نشوف هذه الأجواء هذه بالقليعة إيه. هي بالقليعة ربما نقول لك الأجواء هي اللي كاينة بين الجماعة كاملة الحمد لله اللي شباب القليعة استطاعوا اليوم اللي مهم هذا الدوري هذا ومثل هذا الدوري هذا برافو عليهم وصحتكم بارك الله عليك الله عليك شكرا الكلمات في الدوري هيا المهم زر ما تديني المهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اليوم في واحد الحفل رياضي كبير اللي هو نهائي ديال الدوري ديال رمضان اللي هو من طرف شباب القليعه وكذلك مشاركه مشاركه مع مجلس الجماعي القليعه الدوري اللي الحمد لله داز باجواء رياضيه في مستوى الرفيع من طرف الفرق المشاركه ولا من طرف المنظمه نتمنى الفريقين المتأهلين للنهاية واحد المباراة اللي هي تكون مستوى اللائق ديالهم إن شاء الله شكرا غادي نحاول إن شاء الله نفرقوا نفرقوا شكرا على اللجنة الرياضية بارك الله على يوسف شي كلمة سي يوسف داعين ديالنا بارك الله عليكم كنشجع الكواس ولا انا؟ كنشجع الكورة ديال القليعة صافي اللي كيلعب مزيان بصحتو كلشي مزيان القليعة كلشي الروح الرياضية اسم الدوري على مسمى المقار تلاقينا معنا هذا ما شفناهم اليوم بزاف قلت الجمهور كيقول شي حاجة كنتمنوا تكون مقابلة في المستوى أهم حاجة إن شاء الله ديال القليعة فرحنا عليك ولا كامل هو القليعة الرابع في هذه المقابلة هو القليعة هو كرة قدم هو الروح الرياضية واللاعبين لقب المقار هو اللي جاي الحمد لله هو بالنسبه لي اسم المقام اسم على مسمى الدوري اسم على مسمى كنتمنوا ان شاء الله يكون هذا هذه الايام خير قدام هذا الشاب من الاطراف ان شاء الله قال لها الله يعطيك الخير شكرا الكلمه من الخير هذا يزيد بخير وعلى خير اللي وليتي في هذا الفن نتمنى صالح الجميع ان شاء الله يلا تحيات عليكم السي استاذ كي داير كرا الكلمه كرا الكلمه في الدوري هذا واش غادي نقول لك هذه فرحه اليوم هذه فرحه ديال العيد ومقابله في المستوى اللي تاهلوا لهاد الفرق هذا كنشكروا اللجنه المنظمه اللي نظمت هاد الدوري واللي كان في كان سمر رياضي في المستوى داز في الشهر ديال رمضان المبارك كان وكان الفرق كلهم مزيانين اللي شاركوا وكنتمنوا النهايه ان شاء الله شكرا استاذ بارك الله عليك كان الكلمه فعفوا في المقارنه بمناسبه عيد رمضان الكريم نظمت دوري رمضان في هذا الملعب سانتيتيك اللي كان تعزيب واللي كان يعني دوري في المستوى ونتمنى التوفيق للجميع واللجنه اللي نظمته وكنشكرها كذلك على هذا الوقوف ديالها في هذا التنظيم وشكرا للجميع. إحساس لا يوصف نتمنى ان شاء الله نشوف من اللاعبين كره ونشوف روح رياضيه ونشوف اهداف لان الجمهور حاضر هنا تحيه الاهداف دار السي محمد كرا الكلمه قول نتمنى المراقبين نشوف صافي المقابله روح رياضيه ان شاء الله وتكون متعه وتكون فرجه ان شاء الله وسمعه للقلعه ان شاء الله وتحياتي للجميع القلعه ما بعد صافرة الحكم
تحياتي تحياتي كره الكلمه في الدوري يلا وين كره الكلمه شتا لي اونوجي ديري شحال ما لحقش عليك عاود قعد السي واحد هذا الشيء زوين هذا الشيء زوين مهيب صراحه والله الا مهيب نهائي مهيب الله يعطيك الصحه ودك خويا الله يعطيك الصحه كاع الجنا وكاع الناس اللي صار على التنظيم ديال هذا الدوري تحياتي شكرا ودي واحد تحياتي السي الله يحفظك بارك الله عليك الله يكرمك شكرا الو الحسنيه نحفظك الان الانطلاقه ديال المقابله النهائيه اللي كتجمع شباب الخميس قدماء شباب الخميس وقدماء شباب القليعه باول لمس التدخل الدفاع يلعب